السلام عليكم، كنتمنى انكم بخير وعلى خير وفي احوال طيبه ان شاء الله. اليوم جيت نتقاسم معكم وصفه سريعه، يعني تقدروا تديوها معكم للخدمه او تعطيوها للاطفال ديالكم بالنسبه للمدرسه. تقدروا ديروها لوجبه الغداء او لا بالنسبه لوجبه العشاء. سهله، هي بالطورتيه. يعني اول حاجه هنايا عندي واحد الكميه على حسابكم ديال البطاطا اللي قطعتها هكذا شويه رقيقه بحال هكذا. هنايا عندي شويه ديال لا سالاد، خذوا اي سالاد عندكم. ماتيشا. بالنسبه للتوابل عندي ملحه، البزار، الكمون، شويه ديال التحميره وشويه ديال الثومه بودره. عندي الطون، هذا الطون شريته هنايا. بالنسبه اللي كيبغي الماركات المغربيه راه كاينين في المحلات اللي كيكونوا مغربيه. وهنايا عندي طريفات ديال لاداند، هذه الماركه هذه راها حلال، والصراحه عندكم لي ترونش دو داند عندهم ولا حتى ديال يعني السلامي اون جينيرال بنين بزاف صراحه. جربوه وردوا عليا. كيدير اورو و35، هذا راه ماشي اشهار، كنشريه يعني بفلوسي وكلشي. فوالا راهم حلال بنين بزاف. يعني نبداو على بركه الله. وغنحتاجوا شويه ديال الزيت البلديه. اول حاجه في اناء كندير البطاطا، كنخلطها مع جميع التوابل، نزيد عليها شويه ديال الزيت البلديه، نخلط، سمحوا لي نخلط مزيان. صافي غير يتخلطوا لي مزيان، ديك الساعات غندخلهم الفرن. غطيب في الفرن على 200 درجه مده 20 دقيقه. صافي كتخلطوا هكذا مزيان وكتدخلوها الفرن. بالنسبه لهاد البطاطس اللي يمكن لكم ديروا نفس الشيء، غير هي تقطعوها واحد شويه، يعني قولوا باش تقطعوها هكذا على ربعه، كتقطعوا البطاطا غير على جوج، ويمكن لكم تقدموها مع بعض مثلا مع الكفته او لا ستيك، كتجي بنينه بزاف. كتاخذوا لاطالي غتمشي للفران، كديروا عليها ورق زبده صافي، وكتستفوا فيها هكذا البطاطا. غندخلها كيف ما قلت لكم على 200 درجه مده 20 دقيقه. نسيت البيض، غنحتاج لسته ديال البيضات. فوالا هنايا من بعد 20 دقيقه كتخرج بحال هكذا، يعني خصها تخرج لكم هكذا يعني مقرمله او ميم طون بهذا اللون هذا. غنقسمها على جوج، غنخلط النص مع البيض والنص الاخر على ما تبلي لا بروميير. هنايا قسمت على جوج، دابا غنزيد ثلاثه البيضات في كل وحده، ما غنزيد معاهم والو غير ثلاثه ديال البيضات، ونخلط مزيان. صافي كتخلطوا مزيان، او ميم طون استعملوا هذه المقله اللي تكون ما كتلصقش. صافي غنطيب فيها ديريكتومون الطبقه الاولى. فوالا دونك درتها هنايا، نخليها طيب عاد ديك الساعات نقلبها للوجه الاخر. تحاولوا انكم ديروا واحد شويه غير بحال هكذا باش يدخل ليها حتى هي طيب. صافي دابا غنقلبها. فوالا رانا قلبتها، استعملت لو فون ديال يعني غطايا وهي باش قلبت بها. هاي الاولى طابت، دابا غندير الثانيه. بالنسبه للدريساج دابا غناخد معلقه صغيره ديال لا مايونيز، ونخلط معاها
هاد نخلطها في هاد الطن. نتوما العمارة ديروا فيها اللي بغيتو، كاين اللي بغي يدير فيها غير الطن بوحدو، انا بغيت نخلطها. سينو يمكن لكم ديروها بالكفتة، يعني بالنسبة لافارس نتوما اللي كيبقى لكم الاختيار. دونك هنايا كتاخدو طبسيل كديرو عليه لا بارتي ديال هذا التورتيه الاولى. نجي ندير اول حاجه لا سالاد بحال هكذا، تفهم مزيان. بعد لا سالاد غندير هاد السلامي بحال هكذا، تفوت هو فوالا. ندير طن من بعد دابا نستف مطيشة دوائر انا غنزيد هادشي اللي بقى ليا ديال لاسالاد، يعني كيجي ساندويتش بلا خبز. فوالا هكذا نزيد شويه ديال الحرور، بالنسبه للحرور اللي بغى يزيدو يزيدو، سينو يمكن لكم ديرو كيتشوب اولا ديرو اللي بغيتو. صافي وغندير الطبقه اللي بقات. فوالا هنايا زدت عليه الطبقه هذه اللي بقات هكذا. فوالا ساندويتش كيجي بحال هكذا، كيجي ساندويتش غير هو بدون هذا خبز. كتجي صراحه بنينه توسون، راه التورتيه كلشي كيعرفها، وكتجي بنينه وشكل جميل، وكذلك كتصلح يعني للمدرسه والغداء اولا العشاء كتجي معاهم. نقطعها معاكم باش تشوفوا كيفاش كتكون من الداخل. فوالا كتجي بحال هكذا من الداخل، نتوما كيف ما كيبان لكم كيجيو الطبقات هكذا مستويين، كتجي بنينه صراحه. جربوها ما غتحشمكمش نهائيا، وكيف ما قلت لكم بالنسبه للحشوه نتوما ليكم الاختيار. كنتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكيف ما قلت لكم في الفيديو السابق ما تنساوش تخليوا لي اسئله ديالكم ان شاء الله غنحاول نجاوب عليها. واللي مازال ما اشتركت في القناه تشترك وتفعل الزر باش يجيكم اي حاجه جديده. وكنبوسكم وكنقول لكم خليتكم في امان الله، ان شاء الله في فيديو الماشي. مع السلامه.